هنا هنقف في ميدان التحرير، جيش مع شعب مع شرطة، وكلنا نحتفل بهذا اليوم. يا سلام لو حصل الكلام ده، وهيحصل ان شاء الله، يبقى تمام التمام باذن الله. ادي جهاد جريشه حكم لكل السبت رايح لغزل المحله ضمن الاسبوع 11، والاسماعيلي رايح لطلائع الجيش. الاسماعيلي هيبقى على يمينك والاهلي على شمالك، والبرجاوي بيقول لي خلي بالك مفيش ملعب الاهلي بين الشوطين. قلت له يعني ايه شيخ؟